انتخابات مجلس الشورى اللي هي طبعا الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشورى في 14 محافظة، لينتهي الشكل العام للهيئة البرلمانية هو برلمان الثورة باكتمال مجلس الشعب ومجلس الشورى معا. واحنا زي ما احنا كلنا عارفين ان الإعادة هتكون يوم الأربعاء ايضا في 22 فبراير، وبكده يبدأ اجتماع مجلس الشورى مع مجلس الشعب يوم 28 فبراير لتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. احنا زي ما احنا كنا عارفين ان مجلس الشورى هو بدا سنه 1923 مع دستور 23 والغي في سنه 52 ثم اعاد مره اخرى سنه 1980 حيث بدا في مجلسين، لان كان بدات في هذه المرحله تعدد الاحزاب، لكن من فتره 52 لغاية سنة 80 كان حزب واحد هو الحزب الاشتراكي، هو كان في مجلس الشعب فقط. احنا يسعدنا ان نتحاور من خلال هذا الموضوع وايضا موضوعات كثيرة اللي بتطرح على الساحة السياسية مع الاستاذ الدكتور عبد العاطي الصياد، استاذ مناهج البحث العلمي والاحصاء جامعة قناة السويس والخبير الدولي في الامن الشامل. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا مرحبا بك. اهلا بحضرتك. انا نفسي اتكلم بس في سريعا، ما هو الامن الشامل؟ شوف يا ستي، الامن الشامل عشان بس ما نتعبش المشاهد يساوي الحياه. يعني للاسف الشديد بمعنى احنا اختزلناه في الامن الشرطي، لكن في الامن الغذائي، الامن البيئي، الامن النفسي، الامن الاستراتيجي، الامن السياحي، ده من حيث التصنيف. وما تعرفيش تتكلمي عن او تركزي على جزء معين من الامن وتسيبي بقيه الايه الابعاد. فهي منظومه. هذا لا، يعني انا ممكن كباحث او كمهتم اركز على منظومه في الدراسه واركز على منظومه في الاولويات، لكن لا استطيع ان انا اهبل بقيه الايه المنظومه. ده المفهوم العام. لكن كمان افرض ان انا ركزت على منظومه ولتكن المنظومه الشرطيه اللي هي المعتدين احنا الامن البوليسي يعني. الشمول هنا ايضا ليه معنى اخر، ان ما ينفعش اركز على متغير او اثنين من متغيرات هذا الجزء من المنظومه الكليه للامن الشامل. يعني ما ينفعش مثلا ادور على تدريب ضباط الشرطه فقط او كيف يتم انتقائهم. ما ينفعش اتكلم مثلا ازاي اجهز الامكانيات، فلازم تتعدد المتغيرات بحيث تبقى شامله حتى البعد المعين في منظومه الامن الشامل. مش عارف كلامي يعني هو يعني متهيألي لو بسطته اكتر للمشاهده. يعني الشمول ليه معنيين. الشمول لما انظر للامن، انظر للامن في كافه الجوانب ذات العلاقه بالحياه. ايوه. والشمول ليه معنى تاني بقى علمي بقى. ساعه ما اركز على جانب من هذه الجوانب لازم امصله من منظور عميق وشامل من حيث متغيرات. يعني مثلا الامن الشرطي جزء من منظومه الامن الشامل. طيب لو انا بقى هركز على الامن الشرطي اللي احنا بنحكي له من دول. أيوة. عاوزين نعيد هيكله وزاره الداخليه. يعني كلمه اعاده هيكله فقط وزاره الداخليه اقرب شويه لفكره الامن الشامل بالمعنى التركيز على جهه من جهاته. طب الافضل اعاده هيكله ولا تطوير؟ لا، شوف بقى الحقيقه، ويمكن في نظريه الحقيقه اسمها نظريه الهندره. ايه بقى الهندره؟ هو يعني نحت عربي لمصطلح طويل كده يسموه اعاده هندسه نظم العمل. اللي هي يسموها باللغه الانجليزيه بزنس ري انجينيرنج. فطبعا احنا كعرب لما ترجمناه اعاده هندسه نظم العمل ونقول مصطلح كبير. فلوحه مصطلح اسمه الهندره. الهندره الحقيقه احد ابعادها اعاده الهيكله. ولذلك لو انا اركز فقط في اعاده الهيكله انا شويه قريب من الامن، مفهوم الامن الشامل فيما يخص هذه الجزئيه من منظومه الامن الايه الشامل الكل بما يساوي الحياه. لكن لو رحت بقى للهندره، الهندره بقى لا تؤمن بمصطلح اسمه تطوير وتحسين. الهندره شعار ليها شويه مسلمات. المسلمه الاساسيه فيها هد ثم ابني، نهد ونبني. طب ما ده كان متبع اثناء الثوره، كان بنسمع اصوات عاليه بتقول احنا لازم نهد الدوله وبعدين نبدا نبنيها من جديد. هل ده يصلح؟ انا هقول لحضرتك اهو. فانا حدي مثال بسيط كده حصل في حياتنا كمصريين عن الهندره عشان بس نقرب المفهوم.
لو نرجع كده للايام اللي كانت سيئه دي لنكسه 67 احنا يوميها كنا بنقول اعاده بناء القوات الايه المسلحة. لان فعلا كانت تتهدد. يعني انا فاكر لما دخلت الجيش سنه 68 ميلادي لما رحت استلم مهماتي ادوني مفرش بتاع ده شمع. كان القوات المسلحه ما كانش ليه اي عده او عداد, ما كانش مجهز اساسا. كانت تتهدد كجيش. لا كانت تتهدد ك 67 نكسه. نكسه خلتنا على الزيرو. حصل الهدم. يعني انا بقول لحضرتك مثال, رحت خدت مشمع وبطانيه انتهت بيا حياتي على 73 في القوات المسلحه بمر مائي بر وبحر. ولذلك كنا احنا بنسميه اعاده بناء القوات المسلحه. اهدي هندر. طب انا بس هنا الهد ايه؟ الهد تم صدفه. ما كنتش هقولها ده تم صدفة, بس تم ليه مؤسسة في الدولة؟ هل يعقل ان احنا نهدم دولة لإعادة بنائها كما يقال؟ في اصوات بتنادي, لا خدي بالك, فرق بين خصوصا الاصوات الاشتراكية. لا لا لا, اللي بينطق المصطلح لازم تعرفيه مين. يعني ما بقول لحضرتك الاصوات الاشتراكية هي اللي بتنادي بنهدم الدولة لكي بنائها من جديد على اسس سليمة. لا لا, هو خدي بال حضرتك المفهوم الاجتماعي لكلمة الهندرة اسمه الثورة. المفهوم الإداري لكلمة الهندرة اللي هو لو كنت عايزة تاخد الأمور بجدية شوية تقولي إعادة هيكلة, بجدية شاملة نهندر بقى, يعني هو الهدم ثم البناء. طيب يصبح السؤال, قبل ما الهد دي مش بمزاج, يعني مش هاجي مثلا على أقول إيه نسرح الداخلية الصبح ونقعد من غير داخلية ثم نعمل داخلية. لا لا, ليه أصول. أكيد ليه أصول. لكن في حالتنا إحنا الثورات بقى بتيجي ايه؟ يعني انا عايز اقول برضو المشكلة ما بين الثوريين واللي بيديروا ضفة الامور اللي هو المتمثل في المجلس العسكري, بغض النظر عن المسمى, يعني مش عارف عندك وقت ولا لا, اتفضل. في نظرية رياضية بحتة بغض النظر عن هي مصر ولا سوريا ولا اي دولة. رياضة بحتة, رموز. نظرية اسمها نظرية الفوضى الخلاقة, اسمها اللي هي اللي بتتبعها امريكا. انا هاجي لك للخلاق. نظريه رياضه. رياضه رموز واكس وواي وزد. اسمها نظريه الايه؟ الفوضى. الفوضى. في نظريه ثانيه برضه رياضيه بحته اسمها نظريه الطوابير. نظريه الفوضى ببساطه شديده ان المتغيرات الاسباب والنتائج, والمتغيرات اللي بتنقل الاسباب والنتائج من الكثره وسرعه الحدوث بحيث يبدو لك انت كملاحظ خارجي ان الامر فوضى. لكن هو يتحسب. هنا بقى ملاش علاقه بقى لا بدين ولا بمكان ولا ببشر. ده نظريه رياضيه. طيب نظريه الطوابير ايه هي؟ ان انا عشان اتنقل من هنا لغايه حضرتك لازم امر بالخطوه دي. يعني عشان يجي دوري لازم امر واحده الثانيه الثالثه الرابعه لغايه ما اوصل بتسلسل. لكن انا عايز اسال, احنا في الفوضى ولا في الطوابير؟ هقول لحضرتك احنا عندنا الاثنين, عندنا المجلس العسكري نظريه الطوابير ومرتين, مره بحكم النشاه والثوار بنظريه الايه, والثوار بنظريه الطوابير, الثوار بنظريه الفوضى والمجلس العسكري بنظريه الايه الطوابير. يعني حضرتك فلسفتين بنظريه الفوضى والمجلس العسكري. نعم, الفوضى مش بالمعنى الدارج. الفوضى بالمعنى العلمي. والدليل على ذلك ايه؟ الثوار يقول لك فين اهداف الثوره لم تتحقق, لان الزمن بالنسبه له طبقا للنظريه الرياضيه يضمحل ما بين السبب والايه والنتيجه. بينما المجلس العسكري, وانا هنا مش بقول المجلس العسكري يعني بشينه, لا, كعسكري كنشأ كطريقه في الاداره بيلتزم بنظريه الايه الطوابير. والنظريتين مختلفتين, ولذلك اصبح الحديث حديث طرشان. ما حدش بيسمع حد. مين الوسيط بقى اللي ينقل دال ده وينقل دال ده؟ ومجلس الشورى. كان احنا طبعا مسكنا في عده حكومات, ولذلك كانت تيجي الحكومه تسقط. ليه؟ لانه مش مؤهل. اولا مش فاهم النظريه اللي حاكمه ده, ومش فاهم النظريه اللي حاكمه ده, ومش قادر يلعب دور النظريه الوسيط. طب المفروض دلوقتي هو مجلس الشعب هو اللي يلعب دور الوسيط. جه مجلس الشعب, مجلس الشعب لوحده كتشريع, لكن هل يملك القرار التنفيذي؟ امال اسمه برلمان الثوره ليه؟ لازم يكون هو بقى فاهم صحيح نظريه الفوضى ونظريه الطوابير ويقرب من النظريتين. يؤسفني ان الكلمتين اللي بقولهم لحضرتك دي, يا رب يكون حد من يعني اعضاء مجلس الشعب والشورى يكون خلفيته رياضه بحته.
لو كان خلفيته رياضه بحته وبالذات اوبريشن ريسيرش او بحوث عمليات اعتقد كلامي ده يبقى خفيف بس عليك. انا متهيألي برضو ان الدكتور الجنزوري هو يعني هو خبير اقتصادي متهيألي عنده فكره عن النظريتين فبيحاول يوائم. لا ليس شرط يعني هو هو ماشي بخطى وخطوات ثابته لتحقيق اهداف. بص حضرتك اذا ما فهمتش الفلسفه الاداريه ورا نظريه الفوضى والفلسفه الاداريه ورا يعني مثلا نظريه التطوير لا تؤمن بالمخاطره طبعا الزمن القيمه طبعا الثاني لا الثاني مخاطر حتى وبعدين كان من ضمن المآسي ان الثوره شباب بحكم التكوين السيكولوجي اساسا مش محتاج نظريه فوضى هو مخاطر بحكم الطبيعه في الوقت اللي المجلس العسكري الشيوخ يعني هو اساسا اتنشأ نظريه الطوابير وهو كمرحله عمريه يؤمن بالايه بقى بالهدوء وخطوه خطوه وأهمية الزمن. لكن انا عايز ارجع لمرجوح موضوع حلقتنا اكيد المشاهدين فهموا ايه نظريه الفوضى ونظريه الطوابير ونتمنى ان يكون مجلس الشعب رغم ان هو تشريع زي ما حضرتك تقول لكن هو برلمان الثوره المفروض يوافق بالنظريه ويعمل تفاوض. معلش كلمه برلمان الثوره دي الحقيقه يعني ما نعدهاش ببساطه. شوفي حضرتك وده يمكن انا كتبت عنه الحقيقه فرقي بين الديكتاتوريه بالمعنى الفردي وده كنا عايشينه حقيقه قبل الثوره وحضرتك شايفه الديكتاتوريه بالمعنى الجماعي الجماعي يعني اخشاها انا اخشى ان احنا انتقلنا من ديكتاتوريه فرد فاسد لم نختاره وطبعا وجماعته ولننتقل وده اللي اخشاه ويا رب ما نقعش فيها لديكتاتوريه باسم الديمقراطيه. يعني حضرتك مع الراي اللي بيقول ان او اللي شبه حزب الحريه والعداله بالحزب الوطني في انه يمارس سياسه اقصاء الاخر وضيف انا شبه بقول لك يا رب ما وصلش المرحله دي. ليه؟ لان هيبقى الانقلاب على ديمقراطيه على ديكتاتوريه جايه بالديمقراطيه دموي. لكن في بوادر لكده حضرتك لامس انا الحقيقه يعني من قراءتي للمشهد انا احس يعني شوف الاخوان المسلمين لهم تاريخ وانا اعتقد ان هم يعني ان لم يكونوا يعني مرتفع الذكاء السياسي فما هماش اغبياء اكيد. يصبح السؤال هل اننا حسن النيه لوحده هيكفي انا بشر هل حسن النيه وحده هيكفي ان انا امارس ديمقراطيه وانا املك ان اكون صاحب الكلمه الفصل. بكلمات اخرى هل مجلس الشعب اللي فيه يا رب يكون كلامي خطا هيبقوا ملائكه ومعاه الاغلبيه؟ لا طبعا. طبعا الحل بقى التصالح من خلال المنطق والبحث العلمي. يعني اسرع طريق لضرب الديكتاتوريه الديمقراطيه هي تحكيم العقل. العقل في شكل البحث العلمي لان البحث العلمي حينما نختلف فهو الحاسم هو الحكم. يعني انا يمكن اذكر حضرتك بسرعه شديده يعني شوفي سيدنا ابراهيم لما كان في حواره مع النمرود فسيدنا ابراهيم بيقول للنمرود ان الله يحيي ويميت فالنمرود قال له ايه وانا احيي ايه واميت فما ما قالوش يا كافر ولا شتم ده النمرود خدي بالك من ادب الحوار اللي احنا فاقدينه ده ابو الانبياء وده النمرود ومع هذا بيجادله بمنطق فسيدنا ابراهيم قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت في اللغه واحد دروخ كده زي اللي هي ما بتضرب واحد بالقضيه وبعدين الحكم يعد عليه لغايه 10 ممكن يقوم بعده وبعدين يحضن جميله بهت لان لو كان ممكن النمرود يروح لو ما بهتش وشوف حكمه ربنا كان ممكن يقول له طيب يا ابراهيم خلي ربك يجيبها من الايه من المغرب عشان ده يحدث القيامة تقوم صح فلطف ومع هذا بقى شوف سيدنا ابراهيم عمل ايه راح سأل ربنا قال له ربي ارني كيف تحيي الموت فكان ممكن ربنا يقول له ما انا اللي نجيتك من النار وشوف الايات اللي قبلها مريت والى اخره لكن سأل سؤال مهم جدا قال اولم تؤمن قال بل طب بتسأل ليه ليطمئن قلبي عمل بحث علمي انا بدرس منه مقرر مناهج البحث في الدكتوراه من الايه 260 في سوره البقره خذ اربعه من الطير فصرهن وضع على كل جبل لما تمشي مع الخطوات دي قيم انا استاذ مناهج بحث
ما تعرفه البشرية في حدود يعني علم المتواضع قدام الآية دي في دروس مناهج البحث يضمحل. شوف الحكم كان ايه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن كن فيكون، اطمئن يا قلب ابراهيم. ممكن وما هذا اطمئن قلب سيدنا ابراهيم من خلال البحث الايه، وشاف بعين والبحث علمي. بس كان مشروط على ايه، على الايمان. فهو السؤال باعتبار ان الاخوان المسلمين واخواننا السلفيين وكلنا مؤمنين الايمان وحده لا يكفي، لازم البحث العلمي، لازم صدقه العمل، العمل واللي هو البحث العلمي، لان البحث العلمي لا دين ولا وطن له الا في قيميه اداء البحث العلمي ونتائجه. ولذلك انا شايف الحل وبسرعه شديده، حتى لا يتحول تتحول الاغلبيه، انا ما بحبش اسميها التيار الاسلامي لان كلنا مسلمين، كلنا مسلمين من ايام سيدنا ابراهيم. بس انا عايزه ارجع بقى لموضوعي، هل الشباب الثوره زي ما احنا شايفين ان هو لم يتواجد او لم يمثل في داخل البرلمان بشكل كبير، ولكن الاحزاب اللي سندت الثوره هي اللي حظيت بعدد كبير جدا داخل البرلمان، هل الشعب ده يرجع لان ثقافه الشعب دينيه اكتر ما هي ثقافه سياسيه؟ شوفي حضرتك، شوفي احنا المجلس الشعب الحالي الحقيقه، انا كنت من المرشحين في مجلس الشعب اللي فات في محافظه الاسماعيليه، ودخلت التجربه يعني وليه تاريخ السياسي في هذا المجال وجربته في العهدين. الحقيقة من الصعب انك انت تحصري اللي حصل في متغير واحد، لكن عايز اقولك لما تقيسيها في بعد الخبرات المصرية في مجال الديمقراطية، فدي افضل تجربة مرت بها مصر من حيث عدالة التنفيذ. يفضل بقى ليه تيار معين، السبب الرئيسي احنا يعني ما تنسيش ان التيار الديني كان مضطهدا لفتره طويله من الزمن، وكان من الذكاء انه قدم نفسه على انه صاحب الفهم الديني، وراجل وانسان مصري بسيط، وهما كانوا يمارسون دورا على المستوى الاجتماعي التحتي، لكن ككتله قوه بشريه اذا ما نسبت ل 52 مليون مصوت ما يحسموش، لكن اكثر تنظيما. طيب حقه انه منظم وحقه انه نجح، لكن اللي انا اخشاه على الوطن ان يبقى ديمقراطيه كفتها مايله، لان الديمقراطيه الحقيقيه في النظريه الرياضيه اللي وراها برضه يجب يكون ايه، كفتين ميزان بيتارجحوا قصاد بعض. ما ينفعش واحد طابب، لان الطبه دي عشان تطلع فوق تاني يتيجي بانقلاب، يتيجي بصراع، يتيجي ان ده ملاك يطلع لفوق يتساوى وياخد معاه. فانا نصيحتي للتيار الديني الله يخليك، خاف على مصر وخليك حبيب الكل. احنا هنستكمل لقائنا مع حضرتك بعد رفع اذان الظهر باذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينه الاسماعيليه، وعلى المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت زي الصوره كده برضه، على المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت. اتفضل.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ونرجع لكم مشاهدينا الكرام ونستكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور عبد العاطي الصياد، أستاذ مناهج البحث العلمي والإحصاء جامعة قناة السويس والخبير الدولي في الأمن الشامل. أهلا بكم. حضرتك أهلا بك مرة تانية. حضرتك خلال الفاصل قلت لي أن الأساس الشورى مش مجلس الشعب، وده ذكر في القرآن. ياريت توضح السادة المشاهدين ليه الأساس الشورى. طبعا هو ناخد رأينا بالشورى أو ناخد يعني أي حكم يتم بنا بالشورى، حضرتك قلت هو الأساس مش مجلس الشعب، ورغم الناس فهمها غلط. هي الناس فهمها غلط للأسف الشديد. يعني كلمة الديمقراطية كلمة مش عربية ومش موجودة في الثقافة العربية ولا في القرآن، لكن كلمة الشورى موجود يعني طبعا. وشاورهم في الأمر يعني توير ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي الخليفة بالشورى وأمرهم شورى بينهم. لكن المشكلة كيف تعصرني الشورى، يعني الشورى في النص القرآني كيف أخليها من شكل إجراء دون أن أخل بالنص وأنا في القرن 21؟ هي دي الفجوة اللي لم يعمل عليها لا العرب ولا المسلمين. ولذلك نوعتنا ان احنا الشورى بالمعنى اللي ساعة ما انزلت وساعة ما كانت الحياة بسيطة، ان انا الحاكم يستشيرني ثم ينفذ ما يعتقد لا تصلح. فكيف نجعل الشورى بياخد الرأي الاصلح؟ يعني كان الحاكم ياخد الرأي الاصلح حتى لو كانش رأيه. لا ده انا مش عايز اسيبها له برضه. ده انا عايز اقول أصل فكرة كان زمان الحياة بسيطة أو في حدود القبيلة وحتى القبيلة لها مجلس. لكن النهاردة أنا في دولة زي مصر مترامية الأطراف في ثقافات متعددة، كان زمان القبيلة ما يمكن ما معزولة عن ما حولها، ويوم ما تتصل بالقبيلة المجاورة وغالبا في صراع. لكن أنا النهاردة في عالم سقطت فيه الجغرافيا، فمش هقدر أحط لنفسي نظام سياسي لا يقبله العالم تحت فحوى الدين بفهم خاطئ. فالشورى بقى الشورى بالمعنى المعاصر كما يعني اراها الحقيقه لها عندي عده معاني. ايه المعنى الاول؟ وسميته الحقيقه في منتدى الفكر الجامعي قناه السويس في ديسمبر 1995 ميلادي، البرلمان العلمي الموازي.
البرلمان العلمي الموازي. ايه هو بقى البرلمان العلمي الموازي اللي هي بينطبق عليها آية في القرآن الكريم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. يعني حضرتك يعني كده ربنا يديك الصحة، لو انت عايزة اشتكيتي بوجع انت هتدوي نفسك؟ لا اكيد هروح للطبيب. ولا طيب هل هتروحي لجماعه، اي جماعه تستفتيهم يا جماعه في الدواء؟ لا طبعا لازم اروح لمين؟ اهل ذكر. اهل ذكر دول مين هم حاليا في مصر؟ ومن حسن الحظ وكان لازم نستنى شويه، انا عندي مثلا مجالس الجامعات تم انتخابها، عندي مجالس النقابات تم انتخابها، عندي مجالس الانديه تم انتخابها، وهيتم انتخاب مفتي الجمهوريه ان شاء الله الشهر القادم. دول بقى دول اهل الذكر، دول يعملوا برلمان العلم الايه الموازي. طيب البرلمان اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي هو ده انا بسميه برلمان كل الناس، برلمان الشعب. ده برلمان الشعب. ده شغلته ايه بقى؟ عليه يقول اي دي وجعان. طيب مين ويستفتوا نفسهم؟ المشكله يفرض مثلا بنشتكي من مشكله البوتاجاز، ممكن البرلمان اللي هو الشعبي اللي هو مجلس الشعب يقول والله ان هذه المشكله تمثل 70% من طلبات النواب، والنواب يمثلون الشعب، اذا هي تمثل مشكله 70% من الشعب. وستوب. ممكن يقترح لي حلول. حلول دي بنسميها في لغه العلم بقى فروض، مش حلول. احنا بنبص لها بلغه درجه انه ده الحل. ولذلك نزل مجلس الشعب عايز الحكومة ايه؟ تنفذ. والحكومة في العادة فيها دكاترة ويفهموا في البحث العلمي، ومش عاوزين يقولوا الدولة انتوا يا جماعة اللي قلتوه اسمه فروض في لغة العلم وليس ايه؟ حلول، يسموه حلول مقترحة. مين اللي ينقل الفروض الى لغة صناعة القرار؟ هو البرلمان العلمي الايه؟ الموازي. وملزم للحكومة. طب انا بقى حضرتك ده الشكل الاولاني من الشورى العلمية. حضرتك خدتها في مثال انبوبة البوتاجاز. طب احنا دلوقتي مقبلين على تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الممثلة من اعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين هم اللي هيشكلوا هذه اللجنة. نعم. هل شايف ان البرلمان الموازي زي ما حضرتك بتقول ليه دور هام جدا في وضع هذا الدستور بجانب مجلس الشعب والشورى؟ شوف يا ستي، شوف احنا دلوقتي بنتكلم فيها ببساطه مني بعيد عن لغه العلم، عمالين نقول ايه؟ حضرتك اديتني انبوبه البوتاجاز. عاوزين نعمل لجنه تاسيسيه. وبعدين ايه؟ مجلس الشعب بيقول ايه؟ هو له الحق الاصيل. ما عشان هو ليه الاغلبيه كمان. احنا بتكلم كمجلس الشعب. خدي بالك انت الدستور ده، يعني انا ينفع يا جماعه ان انا هبسط المثال مع حضرتك. اتفضل. يعني ارجو ان اكون يعني غير مخل في التبسيط، ويعني ارجو ان يسامحني الساده والسيدات المشاهدين. انا عاوز اعمل انتري خلاص. هل اروح لمجموعه كده واستفتيهم في كيف يعمل الانتري؟ لا طبعا. ولا بروح اروح دارس السوق، افضل واحد بيعمل موبيليا هو اللي اروح وبتدخل انا بتعمله لي ازاي وشكله ايه؟ وضع لمساتي يعني. لكن ما اعرفش اعمله انا، لو كنت اعرف اعمله كنت اروح. صح. طيب هو لما عمله بقول له اللي انت عملته ده هو اللي انا كنت ايه؟ عايزه او مش عايزه. الدستور في وجهه نظري المتواضعه عمل فني علمي بالدرجه الاولى. طيب احنا نروح لمثال الانتريه. انا كواحد انا اللي عايز الانتريه وانا اللي هستخدم الانتريه، انا تدخلت في كيف يكون شكله، والمنتج النهائي انا اللي هحكم عليه. لكن مش انا اللي هعمله اكيد. طيب يبقى لكن مش معناه ماليش دور. انا ليا دور في ان انا عايز ايه، وليا دور في اللي انا عوزته لقيته ولا ما لقيتوش. اللي في النص ده عمل فني. عمل فني من مين بقى؟ احنا عندنا بسم الله ما شاء الله كليات الحقوق واساتذه القانون الدستوري والناس اللي حطت الدساتير، وعندنا تاريخ للدساتير المصريه، يعني عندنا مكتبه للدساتير وده المصرية والعالمية متاحة. فأنا وجهة نظري ودي على فكرة طريقة منهجية بيسموه واحد اسمه ديلفي. ديلفي ده يقول ايه؟ نجيب الجماعة اللي هم متخصصين في صناعة الدساتير مصريين وعايشين وليهم قرايب برضو فقارة وليهم قرايب، وهو تلاقيه بنفسه أنبوبة البوتاجاز هو راخد بيشتكي منها. طيب يحط لنا الدستور. الدستور ده حسب طريقة ديلفي بحط نصوص، النص الاول، النص الثاني، النص الثالث، النص الرابع، النص الخامس. ده لسه ما رحتش للشعب، لسه ما رحتش للاستفتاء.
باجي لمجموعه اخرى من علماء الدساتير مش اللي حطوا الليسته دي، بستفتيهم عليها واجي اجيب مجموعه ثالثه بعد دول. دول ادوني فيدباك او ادوني يعني تغذيه راجعه بحيث ان انا اصلح واروح لمجموعه ثالثه الى ان تستقر عبر الفنيين الشكل العام اطرح للشعب. طيب ممكن يبقى معايا حد بتاع عمال، معايا ناس زراعه، معايا ناس فلاحين، في كافه فئات المجتمع. فهي ليس شرطا المنتخب من الشعب هو فن الدستور، يعني لازم يكون الدستور يمثل جميع فئات الشعب ولازم وعلى راسهم واغلبهم وكفه المواطنين وسط في بناء الدساتير. اكيد اكيد هو ده الاساس احنا نتمنى. لكن انا كان نفسي وقت اتسع مع حضرتك ان كان في اسئله كتيره، بس انا نفسي بس قبل ما ادخل في التقرير اسال ليه في انتخابات مجلس الشورى الحاليه نسبه اقبال من كبار السن وليس من الشباب؟ في كلمه واحده، لاني قد يكونوا يعني مدركين لكلمه معنى الشورى الكبار السن بمفهوم الحضاره. ممكن يكون انهم هم اللي قاعدين في البيت وخدها تمشيه، لكن إعادة هيكلة مجلس الشورى مرة أخرى مش إلغاءه هو المطلوب، وإنه يعلو على مجلس الشعب هو المطلوب برؤية حضرتك زي ما حضرتك قلت. وإحنا في نهاية لقائنا مع الأستاذ الدكتور عبد العاطي الصياد أستاذ مناهج البحث العلمي والإحصاء جامعة قناة السويس والخبير الدولي في الأمن الشامل، أشكر حضرتك جدا ونشكرك جدا على المعلومات الثمينة جدا. إن شاء الله طول ما فيها أبنائها اللي بيخافوا عليها وحريصين عليها تملي مصر في خير. مشاهدينا الكرام هيكون معانا دلوقتي